عليكم، انا احمد هشام، هندسه اتصالات والكترونيات المنصوره. ان شاء الله هنشرح معاكم ماده الكترودينامكس. الماده دي هتتقسم معانا لكذا شابتر. اول شابتر عندنا هيبقى عباره عن فيكتور كالكولس. الشابتر ده هيهتم بالرياضه اللي احنا هنحتاجها في الماده دي. الحاجات اللي احنا هنحتاجها في المادة دي هيبقى عبارة عن كبري ريكوزيتس، حاجات بسيطة في التفاضل والمالتي فاريبل كالكولس، بس ان شاء الله هنغطيها خلال الكورس. يعني ده كان اول شابتر. تاني شابتر عندنا هيبقى الكترو ستاتكس. الشابتر ده هيهتم اكتر بالمجال الكهربي، وهنعرف حاجات مهمة في المجال الكهربي. هنعرف اول حاجة طبعا كولومز لو، وبعد كده هنعرف الدايفرجنس بتاع الالكتريك فيلد والكيرل بتاع الالكتريك فيلد. الحاجات دي مهمة جدا، وهنتعرف على البوتنشال. في تالت شابتر عندنا هيبقى اسمه سبيشال تكنيكس. الشابتر ده هنهتم فيه ان احنا نحل لابلاس ايكويشن، وهنعرف فيه شوية حاجات عن السيبريشن اوف variables عشان نحل بيها لابلاس ايكويشن. هنتعرف عن طريقة مهمة جدا اللي احنا نحسب بيها الفاي او الفي، اللي هي الميثود اوف images. ده كان تالت شابتر. في رابع شابتر عندنا هيبقى الالكتريك فيلدز ان ماتر. هنعرف الخصائص الالكتريك فيلد اللي احنا درسناه في تاني شابتر في المادة بيبقى عامل ازاي، والمعادلات بتبقى شكلها عامل ازاي، وهنحاول هنستنتج معادلات ماكسويل. المعادلات دي مهمة جدا في الفيزياء. بالنسبة لشابتر 5 هيبقى ماجنيتو ستاتكس. زي ما عملنا في الالكتريك فيلد هنعمل بالظبط في الماجنتيك فيلد. هنحسب برضو الكيرل الدايفرجنس بتاع البي والكيرل بتاع البي. وزي ما هنا ما كان في الكتريك بوتنشال، هيبقى عندنا برضو ماجنتيك بوتنشال هنحاول نحسبها. بالنسبة للشابتر 6 زي ما عملنا برضو في الالكتريك فيلد، هنبقى هنحاول نوصل للمعادلات بتاعت الماجنتيك فيلد في المادة ماجنتيك فيلدز ان ماتر. في شابتر 7 اللي هو هيبقى اخر شابتر معانا اسمه الكترو داينامكس. هنحاول نعرف فيه مصطلحات زي الكترو موتيف فورس والحس اندكشن، ونوصل في آخر صورة لماكسويلز إيكويشن. المادة دي طبعا ما قلتش لازمتها. المادة دي مهمة جدا في ريسيرش في الأوبتكس والفوتونكس، وعلشان عشان ندرس الأنتنة ثيري لازم نبقى عارفين المادة دي كويس جدا. المادة دي بتهتم عموما بالويفز اللي موجودة عندنا. انت حوالينا ويفز كتير، سواء بقى من الانتنز اللي موجودة او ويفز تانية ليها مصادر تانية ان شاء الله. ودي طبعا تطبيقات عسكرية كتيرة، وان شاء الله في النص هنحاول نشرح بيبرز معينة. الكتب اللي هنستخدمها، المصدر الاساسي بتاعي ان شاء الله هيبقى دافيد جريف. هحط اللينك بتاع المصادر دي في الديسكريبشن. مصدر تاني هيبقى مساعد student guide to Maxwell's equations، ويبقى فيه تالت مصدر ده مش هيبقى مهم معانا قوي، هيبقى بتاع هايت اسمه engineering electromagnetics. كده خلصنا أول مقدمة. إن شاء الله الفيديو التاني إن شاء الله هنتكلم عن شابتر 1،
هنبدأ نتكلم في شابتر واحد وهنعمل فيه إيه إن شاء الله. شكرا.